السلام عليكم. 24 قتيلاً و80 مصاباً، حالاتهم متفاوتة. هذه حصيلة أولية للقصف الذي قامت به قوات التحالف على سوق مكتظ بالبشر بمديرية التعزية بتعز. وفي يوم أمس أسرة كاملة تقضي نحبها إثر غارة للتحالف في منطقة عصر بصنعاء. صعدة، حجة، مأرب، ذمار، الحديدة وغيرها مدن تقف على أحداث جديدة ومستمرة منذ 3 سنوات. ولا يزال الباب مشرعا لقتل يتحالف فيه المنقذ والقاتل معا ضد اليمني. وكما قيل، عندما ينتهك القانون الإنساني يدفع المدنيون تكلفة الحرب. فما الفرق بين قصف الأسواق والأحياء المدنية من قبل طيران التحالف أو ميليشيات الحوثي؟ فمن يضج بجرحاهم ومآتمهم هم اليمنيون فقط. ل3 سنوات تظهر إدانات ويرد عليها بتحقيقات وبيانات، لكن لم يتم رسم استراتيجية حقيقية للتحالف في التعامل مع الأهداف أو مع بنك الأهداف، ولم يتضح موقف الشرعية من الضربات التي استهدفت المدنيين، ولم يتم معالجة أسباب الضربات الخاطئة التي تكررت لدرجة تستغرب فيها نسبة الخطأ. جميعنا ندرك أن الأهداف العسكرية في مواقع مدنية هي جريمة حوثية بامتياز، لكن هل على التحالف أن يتجاهل قيمة المدنيين من حساباته العسكرية؟ ماذا عن غرفة العمليات المشتركة؟ وتحديداً، من المسؤول عن الإحداثيات؟ ولماذا يرمى بعبء الأخطاء على الشرعية وقيادتها دائماً؟ ما هو مصير كل هؤلاء الضحايا؟ ولماذا لا توجد تحقيقات شفافة تلبي شروط العدالة الانتقالية؟ مشاهدينا الكرام، حول هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ عبد الكريم الأسلمي، عضو مجلس النواب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء النور، أهلا أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وقبل أن نبدأ نقاشنا، اسمح لنا أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الضحايا المدنيون، الحصاد المر للحروب. تتكرر هذه المشاهد في كل قصف يطال المساكن، سواء من قبل ميليشيا الحوثي أو التحالف. ما تقوله الساعات الأخيرة إن عشرات المدنيين سقطوا قتلى وجرحى لضربات للتحالف في أكثر من مدينة. لكن هذه ليست أحداثا منفصلة، فهذه الأحداث مستمرة منذ 3 سنوات ويدفع المدنيون كلفتها الباهظة. إلى جانب القصف الممنهج على الأحياء المدنية من قبل ميليشيا الحوثي والألغام والقنص وطرق القتل المختلفة، تأتي الضربات الجوية للتحالف العربي لتطال السكان المدنيين في صنعاء وتعز وصعدة ومحافظات عدة. غارات تسببت بمقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين لا يمكن تبريرها ل3 سنوات. لا يخفى على أحد لجوء ميليشيا الحوثي لنصب مواقع وأهداف عسكرية مشروعة للتحالف في مواقع سكنية، لكن أن تستهدف هذه المواقع تحت مبرر الضرورة العسكرية فهو جريمة موازية لجرائم الميليشيا. لكل حرب كلفتها، أجل، هذا ما يقوله الكثير، غير أن هذا الصوت يخفت أمام الحديث عن تلاشي نسبة الخطأ في أسلحة حديثة، لتبقى الغارات الخاطئة ذنباً على أكتاف مرتكبيها ومحمولة على ضعف في التنسيق بين القيادات المحلية وغرفة عمليات التحالف. هل أصبح على اليمني أن يتقبل جرائم التحالف تحت مبرر أخطاء الحرب؟ تظل الخسارة البشرية هي الأنكأ في هذه الحرب، وتبرز مخاوف مبكرة من ذهاب دماء الضحايا دون تعويض أو جبر ضرر. فهل كلما اقترب الناس من الشرعية باعدت ضربات التحالف بينهم؟ إذن أستاذ عبد الكريم، كيف تتابع تزايد ضربات التحالف ضد المدنيين؟ اليوم قصفوا مدنيين في تعز، وبالأمس غارة في عصر، وقبلها في صعدة، وفي كل يعني يومين ثلاثة تظهر ضربة خاطئة تنال من المدنيين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حقيقة أنا لا أستطيع أن أسميها ضربات خاطئة. لأنه هذا يعتبر تبرئة للتحالف بدون أن يكون هناك يعني دليل على البراءة هذه. لا أستطيع أن أحدد أنها ضربات خاطئة إلا بعد أن يتم فيها تحقيق شفاف من جهات محايدة، وهي التي تحدد هل هذه الضربات خاطئة أم لا. لكن نستطيع أن نسميها ضربات التحالف العربي ضد المدنيين التي يروح ضحاياها دائما مدنيين.
الضربات ضد المدنيين حقيقة ترافقت منذ بداية الحرب، يعني هي ليست وليدة اليوم ولا بالأمس، ولكن منذ اندلاع الحرب وضربات التحالف تصيب المدنيين كما يصيبها أيضا الميليشيات الإنقلابية. المدنيين أصبحوا ضحية من الطرفين يعني، وفي اعتقادي أنه ستستمر للأسف الشديد هذه الضربات ضد المدنيين طالما ولم توجد مراجعة حقيقية ولم يوجد تحقيق حقيقي في أسبابها وكيفية تلافيها. طبعا الضربات هي تشمل عدة جوانب، هي ضربت أهداف عسكرية تابعة للجيش الوطني والمقاومة، ضربت أهداف مدنية معروفة واضحة مثل مستشفيات ومدارس وأسواق ومنازل، وبالتالي أصبح يعني تكررت بشكل كبير جدا وأصبح عددها لا يحتمل. يعني معروف أنه إذا فيه أخطاء يعني يكون لها هامش، يكون لها هامش معين. ربما في البداية أستاذ عبد الكريم يعني كان يقال بأن صنعاء مزروعة بالمعسكرات، فبالتالي كانت أي ضربة لأي معسكر تتأثر أو المنازل ويصاب المدنيين فبأثر الضربة التي نالها المعسكر. لكن الآن يعني ما يستغرب أنه يعني بيوت مدنية تماما، أسواق شعبية، قاعات أعراس، مآتم، يعني هل يعقل أن يعني بدقة الإحداثيات التي تتم ودقة أيضا الآليات التي لديهم ألا يفرق أن هذا سوق شعبي من معسكر؟ هل يعقل ذلك؟ أنا لا أعتقد أنه يعقل، وهذا هو سبب صراخنا الآن ورفع الصوت يعني ضد هذه الضربات ضد المدنيين، لأنه هناك الآن آليات حديثة وجديدة يستطيع منها تمييز الأهداف سواء عسكرية أو مدنية. ولنفترض جدلا أن صنعاء يعني كانت مزروعة بالمعسكرات واحتمال هامش الخطأ وارد، لكن هناك في محافظات أخرى ضربت أهداف لا علاقة لها بالأهداف العسكرية وبعيدة جدا من الأهداف العسكرية وبعيدة جدا أيضا من مناطق الاشتباك حتى نقول أنه هناك احتمال للخطأ، وبالتالي لا نجد أي مبرر مثل هذه الضربات. وراح ضحيتها عدد كبير جدا من الأبرياء من نساء وأطفال أسر يعني كما هي في بعض الأحداث راحت أسر بالكامل فيها، بل أن هناك في منطقة في حجة ضربت بيوت مدنية في مديريات ليس فيها اشتباك، وهذه البيوت هي لأفراد في المقاومة الوطنية يقاتلون مع الجيش الوطني وتضرب بيوتهم في أماكنهم. فمثل هذا الموضوع يعني حقيقة لابد من وقفة جادة أمامه سواء من قبل التحالف أو من السلطة الشرعية أو من جميع المعنيين وحتى من المنظمات الدولية التي ممكن أن تساعد وتضغط في هذا الاتجاه. الأمر أصبح غير مقبول على الإطلاق، ضرب المدنيين بهذه الطريقة. نعم أستاذ عبد الكريم، يعني عادة المسؤولون السعوديين في المحافل الحقوقية الدولية أمام المنظمات الغربية يقدموا شرح دقيق عن مدى حساسية الأهداف التي تضرب ودقة الآليات التي يتخذونها أيضا تأكد بعدم إلحاق الضرر، ولكن يعني ذلك ما يحدث في أمام المنظمات، في أرض الواقع لا يمر أسبوع أو أسبوعين حتى نسمع بضربة جديدة نالت المدنيين. كلما حدثت يعني مثل هذه الضربات التي تقتل فيها المدنيين يظهر ناطق التحالف ويقول بأنهم سيتم التحقيق في هذه الحادثة، لا نجد أي صدى لأي تحقيق، لا نجد أي مراجعة. ربما كلما مر أمد الحرب زادت هذه الأهداف المدنية، ما تعليقك على هذا؟ حقيقة أن التحالف بعد كل ضربة لأهداف مدنية يطلع بتصريحات ينفي فيها أو يضع تبريرات، لكن في الواقع لم نجد أي لجنة تحقيق حقيقة يعني شكلت وبحثت في الموضوع، ويتم التعامل بطريقة لا مبالية مع الموضوع وكأن الأهداف المدنية مشروعة وأنه يجوز.
وحتى عندما يعطوا تصريحات بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق وبأنه سيقوم بالتأكد، هي فقط لغرض امتصاص غضب المنظمات الدولية ليس إلا. ولكن على أرض الواقع لا توجد أي مبالاة، ثبت بالدليل القاطع أن هناك عدد كبير جدا من الضربات لم تكن لها أي تبرير، وبالتالي هناك أن يجب على التحالف فعلا أن يتخذ إجراء ما تجاه مثل هذا الكلام، سواء من ناحية حصر الضحايا ومحاولة تعويضهم، من التأكد من قضية دقة المعلومات. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا، يعني عن مدى يعني ما هي أهداف التحالف الحقيقي؟ هل هو فعلا يستقصد ضرب أهداف مدنية؟ هل هو هناك جهات معينة مخترقة سواء للشرعية أو لغرفة العمليات وتعطيه إحداثيات ومعلومات مضللة بحيث أنه يضرب أهداف مدنية؟ ما يثير الشك حقيقة يعني، ويثير ألف علامة استفهام، أن هذه الأحداث تكررت مرارا وتكرارا والتحالف لا مبالي. نحن لا نطلب حقيقة يعني أن يوقف التحالف ضربات ضد الانقلابيين، هذا غير ممكن، لكننا نصر يعني وبقوة بأنه يجب أن يكون هناك تحري ودقة كبيرة في الأهداف، حتى يفترض أنه عندما يكون هناك شك أو بوجود مدنيين أن يتجنب، يعني ربما هذا موجود يصبح في القانون الدولي، الهدف غير مبرر عسكريا يعني. نعم. هناك للأسف الشديد يعني نحن نعرف حصلت أنه يهاجمون كان مواقع عسكرية، فيهرب الانقلابيين إلى مناطق مدنية وبكل جرأة يلاحقوهم إلى أماكن المدنيين ويضربوها سواء كانت أسواق أو مستشفيات، وهذه جريمة يعني لا يبرر لهم إطلاقا وجود هدف عسكري أو شخص مطلوب يعني وسط المدنيين أنهم يضربوا المدنيين، وهذا غير مبرر إطلاقا. نعم. طيب يعني لنقل أن التحالف لا يكترث للمدنيين كما قلت، ولكن يعني أين هي الحكومة الشرعية؟ لا تكترث أيضا لمواطنيها؟ يعني مئات إن لم آلاف المدنيين منذ 3 سنوات سقطوا، إما قتلى إما جرحى إما يعني مصابين بإعاقات دائمة. لا حراك للحكومة الشرعية، لا بيانات تدين، لا حتى تذمر يظهر، سواء كانت جريمة كبرى كالأسواق الشعبية وصلاة الأعراس أو المآتم، ولا حتى على مستوى البيوت التي يعني منازل تقصف وتذهب فيها أسر برمتها. ما تفسيرك؟ الحقيقة أن الحكومة الشرعية واقعة بين نارين، يعني أنا لا أريد أن أبرر لها يعني، وأنا دائما أنتقد الحكومة في مواقفها، لكن في هذا الموضوع الحكومة غير قابلة حقيقة بضرب المدنيين على الإطلاق، وليست سعيدة بهذا الكلام، ولكنها هي لا تملك قرار نفسها، هي من طلبت العون من التحالف العربي، والتحالف العربي يساعدها كثيرا في الجانب العسكري، ولا تستطيع أن تعمل أي شيء في هذا الجانب حقيقة، هي أضعفت نفسها في هذا الجانب. لكن هناك وجه تقصير بأنها تسكت، مما يجعلها في موقع بالنسبة للمراقبين في موقع المتواطئ أو موقع القابل أو الرضا بهذه الضربات، والحقيقة هي غير ذلك. ربما يوجد في إطار الشرعية من هو مخترق للشرعية، وهذا أعتقد أنه موجود، هناك يعني أجنحة متعددة، ربما هم من يعني يسعدهم هذا الكلام، وربما أيضا هم من يقدم أيضا معلومات مضللة للتحالف. يعني هل يعقل يعني خلال 3 سنوات لم تكشف مثل هذه الاختراقات، لم يعرف من الذي يسيء إن كان موجودا يسيء للخط أو للأهداف التي رسمها التحالف؟ اسمح لنا فقط أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ ياسر المليكي الناشط الحقوقي من تعز. مساء الخير أستاذ ياسر. أهلا بك أستاذ المشاهدين. أهلا بك أستاذ ياسر، وبداية أود أن
تحدثني عن آخر الإحصائيات التي وصلت إليكم من قصف السوق الشعبي في مديرية التعزية بتعز. أشكر قناة القيس على عرضها لهذا الموضوع الذي مثل موضع جدل والتباس لدى عدد من أطراف الصراع في اليمن، إضافة إلى تسببه بإحراج لدى الحكومة الشرعية وكثير من الأطراف التي قبلت ورضت بتدخل هذا تدخل التحالف العربي في الصراع المسلح الدائر في اليمن. ودعيني بداية أقول أن تدخل التحالف العربي أو دول التحالف العربي في اليمن كان تدخلا مقبولا ومشروعا، من حيث أنه كان بناء على طلب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وفقا لميثاق الجامعة العربية، مؤيدا بقرارات مجلس الأمن الدولي التي أيدت أو وقفت مع هذا التدخل لدول التحالف العربي بإعادة الشرعية إلى الحكومة اليمنية في على السلطة أو على جماعة الحوثي التي استعتت على السلطة واغتصبت السلطة في 21 سبتمبر من العام 2014. بالنسبة لل ما وصلنا للمعلومات بخصوص الضربة الجوية التي حدثت في منطقة الحيمة، للأسف الشديد أن جماعة الحوثي عطلت كثير من أو عطلت شبكة الاتصالات في تلك المنطقة، وأصبح تواصل الراصدين ومنظمات المجتمع المدني محدودا. وما وصلنا هو أن عشرات من أو عشرات الضحايا من القتلى والجرحى سقطوا بسبب استهداف طيران دول التحالف العربي لسوقا شعبيا في منطقة الحيمة بعد تجمعهم إثر غارة جوية استهدفت عربات عسكرية ومعدات تابعة لجماعة الحوثي مساء أمس الاثنين في الصباح. تجمع هؤلاء المواطنين، كانت الضربة التي قضت على عشرات الضحايا بينهم أطفال. للأسف الشديد أقول أن دول التحالف العربي خلال 3 سنوات لم تتعلم من كثير من التجارب أو الضربات التي استهدفت بها مدنيين، ولم تحقق في عدد من الوقائع. وكان ما ينصف له أن تلك الضربات الخاطئة أو التي استهدفت سكان مدنيين وتجمعات مدنية بدأت من وقت مبكر في العام 2015. مثلا نحن رصدنا الضربة التي سقطت أو وقعت على المدينة السكنية في مدينة في منطقة المخا، سقط على إثرها أكثر من 70 ما بين قتيل وجريح. لم تعترف بها دول التحالف العربي إلا في وقت متأخر بعد أن تشتت سكان هذه المدينة، ولم يتلقوا حتى الآن إلى للتعويضات او ما. نعم، حين يتم الاعتراف ياسر، حتى نوضح للساده المشاهدين، حين يتم الاعتراف بوجود جريمه يعني راح ضحيتها مدنيون، ما الذي يقدم على اثر هذا الاعتراف؟ هل فقط اعتراف بان هناك خطا في الهدف ام هناك ما يتبع هذا الاعتراف؟ للأسف ولم يقدم حتى اللحظة أي شيء للضحايا. كان ينبغي أن يتم تعويضهم بسبب ما خلفتهم تلك الضربات من نزوح وقتل وتدمير لعدد من المساكن والمنشآت التي كان يمتلكها هؤلاء السكان أو المدنيون. قوات التحالف العربي لم تقدم تعويضا حتى اللحظة لهؤلاء الضحايا. هذا لا يعني أن طيران دول التحالف العربي أو دول التحالف العربي مسؤولة عن تلك الجرائم التي سواء اعترفت بها أو لم تعترف بها، طالما وهي مثبتة وعدد من منظمات المجتمع المدني رفضتها ضد طيران دول التحالف العربي. أقول أنه ما ينصف أن دول التحالف العربي لم تحقق ولم تقبل في أن تحقق في عدد من الوقائع، مع أن كثير من هذه الوقائع كانت بسبب استخدام جماعة الحوثي للمدنيين أو للتجمعات السكانية والمدنية دروعا بشرية. نحن مثلا في محافظة تعز وثقنا عدد من الضربات التي كان سببها
وضع جماعة الحوثي لهؤلاء المدنيين أو هؤلاء السكان دروعا بشرية وبالذات في الساحل الغربي. لكن ما يثبت له أن دول التحالف العربي لم تقم بالتحقيق في هذه الوقائع، وإلا لكانت أخلت مسؤوليتها عن عدد من الوقائع التي راح ضحيتها مدنيون. هذا لا يعفيها من التحقيق اللاحق أو عمل اللجنة الوطنية للتحقيق أو لجنة الخبراء الدولية التي شكلت للتحقيق في عدد من الانتهاكات وجرائم الحرب التي استرفتها عدد من أطراف النزاع في بما فيها جماعة الحوثي وقوات صالح سابقا. نعم، إذا شكرا. ما يوصف له أيضا أنها ومع تكرار هذه الضربات التي استهدفت السكان المدنيين كانت لم تغير قواعد الاشتباك في هذه المناطق التي تشهد صراعا مسلحا، إضافة إلى أنها يبدو أنها تعتمد على مصادر ورطتها في كثير من الوقائع التي راح ضحيتها مدنيون ومنشآت مدنية. ومع هذا لم تتعلم دول التحالف العربي من كل هذه الأخطاء أو الجرائم أو الضربات التي راح ضحيتها مدنيون وسكان ومنشآت وغيره. الحكومة الشرعية تتحمل مسؤوليتها أيضا في أنها لم تقم بالتحقيق في هذه الوقائع، لم تقم بتعويض الضحايا، لم تبلغ دول التحالف العربي في أن هناك أخطاء يجب التحقيق فيها، يجب عدم ارتكابها أو عدم تكرارها مرة أخرى. لكن دول التحالف العربي كما قلت أنها ارتكبت كثير من هذه الوقائع، بعضها كان بأخطاء واضحة أو تعمد واضح للسكان المدنيين، وبعضها كان بسبب ما يسمى باستخدام هؤلاء السكان دروعا بشرية من قبل جماعة الحوثي وقوات صالح. نعم، إذا شكرا جزيلا لك زيد المليكي الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز المليكي عفوا. إذا عودة إليك أستاذ عبد الكريم، يعني كما تفضل الأستاذ ياسر بالحديث أن يعني الحكومة لم تبرر، وهذا ما ذكرنا، أو لم تتحدث أو لم تبلغ يعني حتى الجهات السعودية بأن هناك أخطاء يجب أن يعني أو جرائم تطال المدنيين يجب أن يتم التحقيق فيها. لمن يريدون أن يعرفوا حقيقة، يعني أين تقف مسؤولية التحالف وأين تقف مسؤولية الجيش والحكومة في ما يحدث؟ المسؤولية مشتركة حقيقة، لأن الطرفان هم شريكان في المعركة، وجميع الضربات ضد المدنيين يتحمل مسؤوليتها الطرفان. لكن كما قلت أنا أن الحكومة يعني هي واقعة بين نارين، بحكم أنها لا تستطيع أن تغضب التحالف بموقف علني ضدها للحاجة إليها، وكذلك لأنه كما اتضح بأنه في كثير من الضربات التي قدمت بمعلومات خاطئة كانت عبر شركاء للحكومة الشرعية، وكانت الحكومة الشرعية هي المدانة أمام التحالف على اعتبار أنه من قدم المعلومات هم أطراف الشرعية، فكان هنا حرج كبير أيضا للشرعية، وبالتالي لابد من مراجعة الأمور ما بين الشرعية وما بين التحالف وتحديد مسؤولية كل طرف والتحقيق في كل قضية حصلت وتحميل كل طرف مسؤوليته حتى نتجاوز مثل هذا الوضع الغير مقبول. لا يمكن أن نقبل بسفك دماء المدنيين تحت أي مبرر كان، سواء لا من قبل التحالف ولا من قبل الشرعية. نحن نرفض أن يقتل اليمنيين على يد الميليشيات الإنقلابية، ولا يمكن أيضا أن نقبل أن يتم، وإلا لماذا نقاتل الميليشيات الإنقلابية؟ يعني على أساس هم لا يقتلوهم تأتي التحالف والشرعية ليقتلوهم ونوجد لهم مبررات؟ هذا غير وارد. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد الكريم أنت وأستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. سنعيد بناء اليمن الجديد الذي يضيف
يضم كل أبنائه. الآن 9 شهور ما في راتب. اجتاحت ميليشيا الحوثي عددا من قرى المديرية، هجرت ما يزيد عن 190 أسرة. وباء الكرة عاود الانتشار مرة أخرى في مدينة العين. يستمر الجيش الوطني ربما في موقف المتفرج والمترقب حتى اللحظة. سيطرت قوات الجيش الوطني على عدد من المواقع في مديرية نهم. هذا وقتل صالح على ايدي ميليشيا الحوثي بعد يومين من دعوته. باشرت الفرق الهندسيه التابعه للجيش الوطني نزع شبكات الالغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي المواقع المحرره. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بك مرة أخرى أستاذ عبد الكريم، وكما أرحب بضيفنا الذي انضم إلينا عبر سكايب الأستاذ البراء شيبان الناشط الحقوقي من لندن. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور، أهلا وسهلا بك وأهلا بضيفك الكريم. أهلا بك معنا أستاذ براء، وبداية كيف تتابع مسلسل استهداف المدنيين من قبل طائرات التحالف؟ يعني للأسف الشديد الحالات المتكررة، ويبدو أنه ليس هناك آلية واضحة لتغيير السياسة أو تعديل حتى الاستراتيجية العسكرية التي يتبعها التحالف العربي في اليمن. في يعني غضون 48 ساعة تحصل مثل هذه الكوارث، ويعاد نفس المسلسل. في البداية يتم السكوت، ويعتقدون الناس فقط ستسكت بمجرد أنهم يتغاضوا عن الحادث. الحكومة الشرعية صامتة، لا تتحدث ولا حتى تخرج ببيان أو تقول أنها سوف تقوم بالتحقيق، سوف تحاول أن تبين ما حدث، أين حصل الخطأ. ثم يتداعى بعض الناشطون، يحاولوا أنهم يسلطوا الضوء على هذه الحادثة، وأنا متأكد أن مثل غير الحوادث سيخرج في الأخير ويعترفوا بمسؤوليتهم عن هذه الحادثة. أعتقد أن الإشكالية هي أن استراتيجية التحالف لم تتغير من الجو إلى الأرض. نعم. ولو قارنا العمليات العسكرية التي قامت بها المقاومة وقام بها الجيش الوطني، يكاد يكون الضحايا المدنيين على الأرض قليلين جدا، بشكل منخفض جدا، إذا ما قارناها بالكلفة الإنسانية المرتفعة التي تتم عن طريق الجو. سلاح الجو هو سلاح، يعني سلاح قد يكون فعال، ولكن في حالات معينة. لكن مسلسل استهداف، أن تتم مثلا استهداف مدينة داخل صنعاء أو داخل دمار واليوم داخل تعز، هذه المناطق نحاول أن نؤكد مرة ثانية للمشاهد، هذه مناطق بعيدة عن مواقع الاشتباك، يعني لم تكن حتى هناك حاجة عسكرية للتحالف العسكري أن يتم استهدافها بهذه الطريقة، حتى وإن وجد فيها حوثيين، لأن نسبة ارتفاع أو نسبة وجود مدنيين أكبر بكثير من نسبة وجود المسلحين. ثم نحن رأينا كيف أن الحوثيين يحاولوا أن يستغلوا مثل هذه الحوادث، بدل أن كان المزاج الشعبي تحول في خصوصا داخل محافظة صنعاء خلال الأيام الماضية ضد جماعة الحوثي، الآن ستستغل جماعة الحوثي مجددا هذه الحوادث لتحاول تشتيت الانتباه إلى ما تصفه بالعدوان. للأسف خذلان الشرعية مجددا للمدنيين داخل صنعاء هو ما يساعد جماعة الحوثي. خذلان أو للأسف استمرار مسلسل الانتهاكات وسقوط المدنيين من قبل التحالف بدون تغيير الاستراتيجية هو ما يساعد جماعة الحوثي. جماعة الحوثي لا تستمد قوتها من قوة ذاتية، بل هي تستغل الفرص التي يخلقها الجانب الآخر لها، وللأسف المدنيين يدفعوا الثمن، يعني يدفعوا ثمن، يعني ثمن عبثي. لم يكن حتى هناك حاجة، أنا لا أفهم ما هي الحاجة العسكرية أن تقصف موقع مثل في عصر، أو تقصف سوقا شعبيا، أو سوقا نعم. شعبيا، يعني أنا لا أفهم، ليست قريبة من مناطق اشتباك، يعني أنا أستطيع أن أفهم أن كان هناك يعني حصل خلط أو من هذا النوع، لكن إذا لم تتحول هذه الاستراتيجية ويوقف وأنا أقول بشكل واضح، إذا لم يتوقف التحالف العربي عن القيام بكل العمليات في المناطق البعيدة من مواقع الاشتباك، أنا أعتقد أنها على المدى الطويل التحالف العربي سيخسر، الحكومة اليمنية ستخسر،
واليمنيين سيخسروا مشروعهم الوطني بسبب استمرار هذه الانتهاكات. نعم. ما رأيك أستاذ عبد الكريم؟ يعني فعلا كما تحدث الأستاذ البراء لا يوجد أي تقارب بين الأهداف التي يتم قصفها حاليا وأي اشتباكات عسكرية أو أهداف عسكرية محتملة. فما هو المبرر لقصف مثل هذه الأماكن؟ يعني نحن شاهدنا بعض الفيديوهات لقصف الآليات العسكرية على الأرض ووجدنا مدى الدقة التي تستطيع من خلالها تحديد الهدف. ألا يعقل هذه الدقة أنها لم تستطع أن تفرق أن هذا منزل مدنيين يقطن فيه سكان آمنون أو هذا سوق شعبي ضاج بكثير من البشر في لحظة تعتبر لحظة من الذروات التي يتواجد فيها الناس؟ هذه من النقاط الهامة جدا. فعلا سلاح الطيران يفترض ألا يستخدم في مناطق المدنيين، ويكفي أن يكون داعم فقط للجيش الوطني وللمقاومة في الجبهات، خاصة أننا نشاهد كثير من الإمدادات التي تمر ولا يضربها الطيران، ولكنه يشاهد أهداف مدنية ويقصفها. وبالتالي في هذه النقطة مهم جدا أن الشرعية تصل إلى حل مع التحالف بأن يتم التوقف تماما عن ضرب الأهداف المدنية أو الأهداف حتى العسكرية القريبة من الأهداف المدنية، لأنها لا مبرر لهذا الكلام أنا من وجهة نظري. حقيقة التحالف يقدم خدمة جليلة للحوثيين دائما بقصف أهداف مدنية. نجد أنه في كثير من المناطق لم يستطع أن يخترقها الحوثي ويجند أبنائها إلا بعد الضربات التي طالت المدنيين، وأصبحت بيئة خصبة جدا للحوثي بعد كل ضربة للمدنيين لاختراق هذه المنطقة. أيضا التحالف ليس له مكسب صراحة في مثل هذه الضربات، هو يخسر أمام الرأي العام الداخلي ويخسر أمام الرأي العام الدولي. قد يستطيع بتأثير معين أو بقوته الحالية أن يخفف غضب المجتمع الدولي الآن، لكنه على المدى البعيد هي جرائم مسجلة عليه وستتراكم ولن يتم طي صفحتها كما يعتقد بسهولة. وبالتالي من مصلحته أن يتوقف عن هذا العمل تماما ويكثف دعمه بالطيران للجبهات وأماكن الاشتباكات، وسيحصل دعم كبير جدا في هذا الجانب. إذن ما رأيك أستاذ براء؟ يعني مسؤولي السعودية في المحافل الدولية دائما ما يقولون أنهم يعني يتخذون كافة الإجراءات الاحتياطية في مسألة الدقة في الأهداف والآليات المتطورة لتحديد هذا الهدف، يعني لتجنيب المدنيين الخطر، لكن على أرض الواقع لا نجد ذلك. كل فترة وأخرى تظهر جريمة جديدة تضاف ومدنيون يضافون إلى سجل القتلى بسبب هذه الضربات. مثل هذه التبريرات هل يقبل بها المجتمع الدولي؟ هناك يعني أين هي، نحن ربما الضغوط الدولية في هذه المسألة كانت كبيرة ولكن ربما غير مؤثرة. يعني نحن نسمع بيانات إدانات، نسمع كذا، ولكن لم تحد كل هذه الضغوطات على ما يحدث. يعني المسألة الحرب يعني تزداد سنواتها وللأسف الشديد تزداد كلفتها أيضا. يعني هو للأسف الشديد صحيح أنه مع الوقت عدد المدنيين إذا ما قارناها ب 2015 هو أقل، ولكن لم يتوقف. الطريقة هي المشكلة، أن الطريقة التي يعتمدها التحالف العربي في استهداف أو تحديد أهدافه العسكرية أنا أعتقد أن فيها خلل، وفيها خلل كبير جدا. التحالف العربي يعتمد مبدأ أن كل موقع داخل سيطرة جماعة الحوثي يعتبر هدف عسكري. يعني باختصار، إذا كان هناك تحركات لمجامع حوثية سواء تحركات عسكرية أو بأطقم عسكرية في مواقع مدنية تعتبر أهداف عسكرية. الكلفة الإنسانية التي صاحبت مثل هذه السياسة أنه عندما يتم أي تحرك حوثي في مواقع مدنية سببت بسقوط الكثير من المدنيين، وبعد ذلك لم يكن هناك استدراك من قبل التحالف كيف ممكن معالجة هذه الأخطاء. يعني الأسواق الشعبية ليست أول مرة يتم قصفها.
المنازل، يعني ما فهم منزل كيف يتم ان تخطئ هدف ان يكون الهدف حتى لو عرف ان فيه يعني قيادات حوثيه لنفترض كما يدعون او قيادات ايرانيه او الى ذلك، لا يجوز يعني في القانون الدولي لا يجوز ان تضرب هذه البيوت طالما وهي بيوت مدنيه. التساؤل استاذ براء، يعني لما يتم ملاحقه هذه التعزيزات العسكريه او يعني ما يشاع بان وجود قيادات في المناطق المدنيه، بينما نجد التعزيزات الذاهبه الى مناطق الاشتباكات في اماكن بريه مفتوحه، العروض العسكريه الواضحه التي يعني ربما تعرف على ابعد مدى ممكن، لما لا تستهدف مثل هذه النقاط وتستهدف منازل وبيوت المدنيين او الاسواق الشعبيه؟ يعني انا اعتقد ان التحالف العربي يعتقد انه اذا استمرت الغارات بنفس الكثافه في الاخير ستستنزف جماعه الحوثي ثم ترهقها من الداخل. النقطة التي لا يستوعبها التحالف العربي أنه كلما سقط مدني كلما خسر المشروع الوطني وخسرت الحكومة الشرعية قضيتها. اليوم أنا تحدثت مع ناس من داخل صنعاء قالوا لي بالحرف الواحد، قالوا قتلوا أي روح مقاومة ممكن أن تكون موجودة في الداخل، الغضب اللي كان موجود لدى الناس تقتله مثل هذه الأخطاء. في الأخير الناس الذي يحاولوا أن يوجهوا غضب الناس باتجاه جماعة الحوثي لا يستطيعون، عندما يكون المزاج الشعبي يتحول في يوم وليلة، عندما يتم قتل على سبيل المثال أسرة بالكامل. بالنسبة لوجود تعزيزات عسكرية، أنا رأيي الشخصي أن تحد الضربات إلى مواقع الاشتباك، عندما هناك مناطق محددة فيها مواقع اشتباك واضحة مثل جبهة نهم، مثل يعني الى الان مثلا المقاومه في محافظه تعز لا تلقى حتى ذخيره، لا تلقى حتى سلاح موجه، ومع هذا يتم عمليات عسكريه او عمليات قصف طيران مكثفه لمناطق شاسعه في اليمن، بينما الجبهات الاساسيه كفيله باسقاط التحرك العسكري لجماعه الحوثي. انا اؤكد لك يعني في محافظه البيضاء لو كان هناك القليل من الدعم ما ينفق في هذه الضربات العسكريه، لو انفق باتجاه الجبهه الاساسيه في محافظه البيضاء، انا اؤكد للجميع ان الحوثيين سينهزموا فيها في خلال ايام، والخسائر المدنيه اقل بكثير عندما تتحول من الارض بدل من استخدام الجوف. لذلك اعتقد انه حان الاوان للحكومه الشرعيه ولكل صوت يمني حر يريد استعاده الدوله ويريد استعاده اليمن من ايدي الانقلاب ان يقول ان الاستراتيجيه التي اتبعها التحالف سوف تدخلنا في فوضى عارمه، ويضغط عليهم بكل الوسائل المتاحه ان تتحول الاستراتيجيه 100% من الجو الى الميدان. اذا لم يكن هناك استعداد لدعم المقاومه والجيش الوطني في الميدان فنقول لهم يتوقفوا ويتركوا اليمنيين يحلوا مشكلتهم بانفسهم. نعم، ما رايك بهذه النقطه؟ ابقى معنا استاذ براء، يعني استاذ عبد الكريم، يعني ما رايك بهذه النقطه؟ يعني لما لا يتم فعلا تكثيف الدعم على الأرض التي تعد يعني هي الأقل كلفة للمدنيين، يعني مواجهات مسلحة في مناطق الصراع محددة يتم فيها إخلاء المدنيين إن كانت في أماكن مدنيين أو تكون عادة أماكن مفتوحة للاشتباكات، يعني هل يعقل بعد 3 سنوات لم يكتشف التحالف أن يعني الدفاعات التي على الأرض هي من ستستطيع أن تحرر المناطق ويدعمونها جوا إن أرادوا، عوضا عن هذه الضربات التي لا تلحق الأذى إلا بالمدنيين؟ هذا يقودنا إلى التساؤل حول أهداف التحالف الحقيقي أيضا من التدخل في اليمن ومساعدة الشرعية. هل هو فعلا جاد في مساعدة الشرعية في استعادة شرعيتها والقضاء على الانقلاب، أم أن له أهداف أخرى؟ هناك الآن بدأت تظهر بعض الآراء وبعض التقييمات أن للتحالف أيضا له حساباته الأخرى، يعني وخصوصا فيما ظهر من عدم دعمه للجبهات بشكل حقيقي وبشكل مباشر وبشكل قوي. ونلاحظ أن الحركة في الجبهات دائما يتم فرملتها، يعني تتحرك بشكل محدود وبشكل بسيط ثم يتم إيقافها. الذي اتضح فعلا أن التحالف نفسه أيضا لا توجد عنده استراتيجية مكتملة، يتعامل بالفعل ورد الفعل. أيضا أطراف التحالف يعني تختلف كل طرف في أهدافه عن الطرف الآخر، يعني نجد أن الإمارات لها أهداف
معينة، المملكة العربية السعودية لها أهداف أيضا معينة، تعاملهم مع الأطراف الفاعلة على الأرض والتي تقاتل في الميدان هناك تخوفات، هناك شكوكات، هناك عدم ثقة، وبالتالي لم يتوجه الدعم الحقيقي إلى هذه الجبهات بسبب هذا الكلام، وإنما يحاولون في إثبات وجودهم وإثبات دعمهم من خلال القيام ببعض الغارات. ونجد حقيقة أنه كثير من الغارات تتم كردود أفعال على إطلاق صواريخ على يعني من قبل الإنقلابيين على دول التحالف، وهذه المشكلة، وتكون ردود الأفعال لضرب أهداف مدنية. أيضا العجيب أيضا أن في بعض الضربات يعني وأكثر من مرة أيضا لمدنيين يتم بعد أن يحصل تقدم للجيش الوطني في بعض الجبهات، نتفاجأ أنه لابد من ضربات ضد المدنيين، ويتم التعليل بأنها خاطئة، ولا ندري ما هو الارتباط بين هذه النقطتين. نعم، إذا نقلت التساؤل هذا لك أستاذ البراء، يعني هل اتضح هدف التحالف بعد 3 سنوات من الحرب؟ يعني التخبط الذي يحدث، ادعاء أن هناك اختراقات في غرف العمليات تعطي يعني إحداثيات خاطئة، عدم الاعتراف بالخطأ إلا بعد فترة، وعدم وجود تحقيق شفاف أيضا لهذه الأخطاء والإعلان بمن تسبب بإعطاء إحداثيات خاطئة، عدم جبر الضرر وكل ما إلى ذلك، يعني هل هناك تهميش للمدنيين وللضحايا إلى هذا الحد؟ أنا أعتقد أن الإشكالية أن التحالف منذ دخوله إلى اليمن لم يستوعب المتغيرات، وليست هناك مواكبة لتغير الاستراتيجية من موقع إلى آخر. يعني سلاح الطيران قد كان يكون فعال مثلا عندما كانت مجاميع عسكرية من الحوثيين تتقدم أو تحاول أن تطوق الخناق على محافظة عدن على سبيل المثال، فكان يتم استهدافها واعتبروا أن هذه كانت استراتيجية فعالة، ولكن كل معركة عسكرية وكل ظروف معركة عسكرية مختلفة عن الآخر. النقطة الثانية الذي أعتقد إلى الآن لا يزال كثير يغفلها، أن أيضا جماعة الحوثي حاولت أن تمتص أثر هذه الضربات عليها، عندما يستمر ارتفاع الكلفة الإنسانية معناته أن جماعة الحوثي تستطيع أنها تستغل أو تحركاتها داخل المدنيين لصالح مشروعها. العملية الآن مختلفة، نحن لسنا في ظرف عندما كانت هناك يعني تحركات عسكرية في طرق واضحة وهم يحاولوا الدخول إلى محافظة عدن، واستخدم التحالف تكتيك أنه هو طيران مكثف حتى وقف تحركهم بالكامل. الجبهات الآن متغيرة، والمواقع الكثيرة التي فيها سقوط مدنيين أنا يعني أؤكد مرة ثانية هي مواقع بعيدة عن مناطق الاشتباك. مناطق الاشتباك بطبيعتها بسبب حدة الاشتباكات فيها ينزح عنها المدنيين، ولذلك تعطي فرصة للمدنيين أنهم يستطيعوا تجنب الأثر المباشر. ولذلك إذا رأينا التحركات الميدانية عندما كانت هناك عمليات سواء حتى التقدم الأخير في شبوة أو في الخوخة، المدنيين الكلفة قليلة جدا بالمقارنة فقط بضربة واحدة من ضربات طيران المتحدة. شكرا جزيلا لك البراء شيبان، الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر سكاي من لندن. عودة أخيرة لك أستاذ عبد الكريم، وفي دقيقة إن سمحت، يعني لما لا يتم الاعتراف بالخطأ وجبر الضرر فورا؟ يعني ألا تستطيع السعودية تحمل نتيجة هذه الأخطاء التي يرتكب فيها الكثير من الانتهاكات ضد المدنيين؟ هذا الأصل ما يجب أن يتم. إذا كانت دول التحالف العربي جادة في مساعدة اليمن بشكل حقيقي، وبأن ما يحدث هو فعلا أخطاء كما يعلن ويدعو، يجب عليهم أن يعترفوا بهذه الضربات التي طالت المدنيين، ومن ثم يطبق عليها قانون يعني جبر الضرر وتعويض المدنيين. لكن للأسف الشديد
هناك عناد شديد جدا في عدم الاعتراف، هناك تجاهل لهذه المأساة، هناك عدم قبول بأن حتى يتم مناقشة مثل هذا الموضوع يعني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الكريم الأسلمي عضو مجلس النواب، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله.